السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. فيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم بعض الحويجات اللي انني استعملتهم في هذا لي سولد هذا اللي كاين موجود عندنا حاليا. فكيف كتعرفوا البنات، هذه اول مره اللي غادي نشارك معكم الملابس، يعني الحويجات المشتريات اللي خديتها من الملابس. فما عمرني درت معكم هذا، كندير معكم الفيديو ديال الحويجات ديال المشتريات ديال المواعنات ديال الديكورات وكل شيء ديال اكسيون. مي هذه المره يعني بغيت نشارك معكم بعض هاد الحويجات هادو اللي خديتهم. فكيف كتعرفوا عندنا حاليا كاين لي سولد، وكاين الناس اللي كتمشي يعني كتستافد من هاد لي سولد وكل شيء. فانا كنت مشيت غير نضرب دوره صراحه، ودخلت المجازات ولقيت شي حويجات، ويعني خديت الحويجات اللي فريمون انا محتاجه، سورتو الوليدات اللي فريمون هما محتاجين ليهم. يعني بغيت نقول واحد الحاجه، لانهم منين كتسمعوا لي سولد صافي ديال باك، يعني راه كاينين فريمون، كاينين الحويجات لانك تمشي تشريهم بواحد الثمن اللي هو جد مناسب. فالحاجه اللي بغيتي تشري الحاجه زويونه راه ما غتلقايهاش في لي سولد، بوندون لي سولد ما تلقايش الحويجات اللي هما لا بون كاليتي والحويجات زينين، صوف الا كنتي مشيتي لشي مكازا اللي يعني كتبيع الحويجات بثمن هو ديجا ثمن مرتفع، فهمتوني؟ يعني فمنين كيكون لي سولد ولا بد ما كيحطوا لك في لا بروميير دي مارك، كيحطوا لك يعني الحويجات اللي هما زويونين، وكيكونوا حتى لي سولد ديالهم يعني ما يكونوا سواء 10% سواء 20 سواء 30. اما الا كانت الحاجه ديال 50% سا ديبون، يعني تقدر تكون الحاجه اللي ماشي هي زويونه وانك تاخديها بلاكور. على داك الشيء انا ماشي من النوع اللي كيمشي يدير بزاف ديال لي سولد، دائما كنشري سواء قبل او بعد لي سولد. فهاد المره البارح، انا غير البارح اللي مشيت خديت هاد الحويجات، فغير كانت بنتي كانت محتاجه واحد الملابس ديال السبور، فمشيت دخلت الاديداس، قلت بوتات لي يكون يعني كاين يعني لي سولد، يعني كاين شي حاجه اللي زويونه. ففريمون ما لقيت والو، ما لقيت والو، يعني تمشي تشريهم من غير سولد يكون احسن، فما لقيت والو. فقلبت وقلبت وقلبت وخديت غير شي حاجه يعني اللي هي بسيطه، فان شاء الله غادي نشاركها معكم. وكذلك مشيت لكيابي، فبالنسبه للمجازه ديال كيابي فهي جد مناسبه للناس اللي عندهم الاطفال، فالملابس ديالهم سي لا بون كاليتي الحمد لله. هذه مده وانا كنشري منهم، فدائما ملابس صبني وعاودي، يعني تقدري انك تلبسيهم وتلبسيهم وتصبنيهم ويعني ويلبسوهم ناس اخرين معاك، علاش لا. فبالنسبه عفوا المجازه ديال كيابي فدائما كيكون فيها لي سولد، يعني ماشي غير في الفتره ديال لي سولد ديال العام ديال العالمي، وانما عفوا وانما كيكون فيها كل مره كيديروا ديال لي سولد، فصراحه زوينه بالنسبه للاطفال. فانا مشيت للكيابي ومشيت للاديداس وشويه شي حاجه خفيفه ديال جينيفر. فانا اول حاجه اللي غادي نشاركها معكم البنات بالنسبه للمجازه ديال كيابي، وغادي نشارك معكم لي سولد ديالها كيفاش دايرين. فانا اول حاجه اللي خديتها، فمشيت ولقيت هاد لي دودون هادو اللي دايرين هكا بالنسبه للاطفال، فصراحه هادو زوينين، خديتها لهادي لبنتي. هاد لا ماتيغ هادي كتكون ديال الدان، حاميين سخونين صراحه. هانتوما تشوفوا كيفاش دايرين، ها هي المجازا ديال كيابي لا مارك. عندك هنا فين تقيدي السميه، هنايا عندك لا طاي لاج، صراحه زويونه غليظه وسخونه. فبالنسبه لهاد لا دودو اللي كتشوفوا معايا، هي كتجي يعني غير حتى لي اونش، كتجي قصيره ماشي طويله بزاف. فبالنسبه لهذه تلاقيتها ب 30% 30%، فالثمن ديالها كان يدير 25 اورو ف 30%، يعني ماشي فوالا مزيانه صراحه زوينه. هذه خديت هذه وخديت، طاح ليا التيكي باش نوري لكم اكزاكتومون الثمن ديال هاد لافيست. المهم خديت هذيك في لو نوار، وخديت هذه اللي دايره هكا، موجودين بزاف وكاينه في الالوان. فبنتي عجبها هذا، خدات في هذه البنتي الصغيره، خدات في هذا الكلي هذا كتشوفوا معايا زوين، هاد لا دودون هذه، وكتجي لداخل تجي سخونه.
وهذه شنو اللي زوين فيها البنات، وهي انها كتلبس على زوج، تحيدي ليها هذا التيكيات هادو ضروري ما تحيديهم، حيت الا دخلتي شي مكازا اخرى كتصوني عليك، هذا كيبقى يصوني عليك فكنحيدهم. وهذا البنات كتلبس على زوج، يعني على زوج جهات، الا كانت الشتا كتصب كديري هاد الجهه، هانتوما كتشوفوا معايا كتلبس على زوج جهات، وعندها لي بوش هنايا كيف قلت لكم، غادي نحيد لها هاد لي تيكي وغادي ندير لها هاد لي بوش هنايا، كتجي تسخن لداخل وديري هكا، والا ما كانتش الشتا كتلبسيها هكذا حتى هي. عندها جيوبة، لا ما عندهاش من هنايا الجيب، لا ما عندهاش الجيب هكا، المهم كتجي على هاد الشكل حتى هي، قصيره ماشي طويله، وانما عندها لا كابوش هكا زويونه حاميه سخونه. حتى هي كانت ب 30%، كيف كتشوفوا معايا هو التيكي 30%، فهذه يمكن عندي التيكي هنايا، عطا نقول لكم الثمن ديالها، فها هي الثمن ديالها كان يدير 20 أورو، 30% بورسونتاج 30%. انا غادي نعطيكم البنات هنايا غير فكره، باش اللي بغات تمشي تاخذ من كيابي، عفوا اللي بغات تمشي تشري من كيابي، فنعطيها فكره إيه على الاثمنه صافي فقط ولا كاليتي. انا بالنسبه لكيابي فجو كيف لا كاليتي ديالها زوينه صراحه، باللي كيتزادوا عندي الاطفال ديالي وهما دي بيبي كنشري لهم الحويجات من تما صراحه زوينين. ولقيت هادي هاد لو مونطو هذا اللي كيجي شويه حتى هو هاود شويه على لي اونش، كيجي زوين هاكا، عندو لا كابوش وعندو لا فيغور هنايا، ها هو لو تيكي عندي هنايا، حسب كيتقدر ليا بالنسبة لهاد المونطو كيدير الثمن ديالو 13.50 أورو. هاذا نقوليكم هاد المونطو هذا، نشوفو شحالو الثمن ديالو، شحال كان كيدير المونطو، كان كيدير 27 أورو، 27 أورو، ولقيتو -50%، 50%، يعني تقامت لي بيه 13 أورو و50. فهو زوين البنات صراحة زوينين، كيتنباعو لقيتهم هاد الموديل، كاينين في المكازات خرين كيجي، ولقيتو في هاد لاكولوغ، خديتو لبنتي في هاد لاكولوغ غوز، كيف كتشوفو معايا كيفاش داير، هانتوما كيفاش كتجي داير تاع المونطو، وفيه هنا ها هي لا كابوش ديالو صراحه زوينه. هذا ب 50%، لقيتو ب 50% صراحه زوين. كذلك المهم نمشيو على الثمن ديال البنات، خديت كذلك شنو هذا، خديت هادو يجي بحال هكا سريولات، كيكونوا مطويين هنايا هكا من التحت، وفيهم هادك ها كيفاش داير فيهم، يعني هاد كيبريو شويه، وهنايا عجبتني هاد لا كوب هادي اللي جايه هكا دايره هنايا، حتى هو لقيتو ب 30%، صراحه تقريبا البنابيس كاملين اللي لقيتهم في كيابي وهما ب 30%، الاغلبيه 30%، ما لقيتش بزاف ديال 50، والثمن ديال هاد البنطالون هذا كيدير 10 أورو ناقص 30%. والبارحه انا منين مشيت البارحه البنات، كانت البارحه يوم الاحد، فكانوا دايرين 10% سوبليمونتير، يعني 10% زائد 10%، يعني 30%، ومنين كتشري كتمشي لاكيس كيديروا لك يزيدوا لك 10%، يعني تجيك 40%، كيف كتشوفوا كتجي لا كوب ديالها دايره على هذا الشكل هذا، هذا زويونه صراحه. ما عارف البنيتات كيبغيو الحويجات اللي كيكونوا يبريو، ما عرفتش علاش، وخديت هذا اللي جاي هكا، راهم تما موجودين ديال قطيفه هادو، حتى هما سيدي هكا دي كولون، حتى هو 30%، الثمن ديالو كان يدير 6 أورو ناقص 30%. كيجيو على هكا، خديتهم حتى هما هكا في البلو مارين، هادو زوج في البلو مارين، كاينين بزاف بحال هاد لي كولون هادو، حتى هذا خديت هذا
عندي البنات كيبغيو هكا لي كولون، حتى هو جاي بري هكا في هاد لي غايور، هاد الخطوط ديال الذهبي، شوفوا معايا هكذا فيهم هنايا إلاستيك زوينين. هذا لقيته ب50%. المهم عرفتوا انا البنات، انا ملي كنمشي هكا المكازا ديال الاطفال كنخلي بناتي هما كيشوازيو شنو بغاو، وانا كنشوف واش صابو لوكو ولا لا، يعني نشوف واش كتناسبني هاد الكسوه كتناسبهم، واش يعني لا كاليتي مزيانه وكلشي. مي كنعطيهم نخليهم يعني نخليهم يختاروا داك الحويجات اللي كيبغيو. نتوما عارفين البنيتات الدراري كي ماشي بحال الاولاد. انا ولدي خديته معايا ما يشوازي ما والو، الدنيا هانيه. وهذا لقيت هاد البونطالون هكا، هذا داير بحال مهم ايه رخيص، هذا خديته لبنتي غير باش كتلبس هكا الا بغات تخرج في الساعه هكا من الدار. حتى هو لقيته ب50%، كانوا دايرين ليه 30 وردوه 50. داير على هاد الشكل، مي شحال كان يدير الثمن هذا على ما اظن؟ هذا كان يدير 13 أورو، كان يدير 13 أورو. لطاي 12 عام، ناقص 50%، يعني يجي لها 6 أورو وشي حاجة. لقيت حتى هذا تقريبا، حتى هذا خديتو ليها هذا غير للدار، تلبسهم هكا للدار ولا ملي كي قلت لكم خريجة فيت في. المهم كل واحد هذا كان يدير 70%، كان يدير 10 أورو ناقص 70%، واقيلا جاب ليا غير 3 أورو. عطاو نشوف هنايا 70%، اييه كيدير غير 3 أورو. زينين عندو هكا هذا لاكور ديالو صراحة، يعني اللي بغا يلبس وليداتو. هي هذا وخديت لها حتى هذا، لقيت هاد لي بونطالون اللي جايين هكذا دايرين، ها هما كيفاش دايرين البنات، زعما صراحة راهم زوينة الكسوة تما، والأثمنة جد مناسبة، سورتو اللي عندها الدراري كتر من عندها 3 ديال الدراري ولا واللي كتبغي تلبسهم. فهنا هذا البونطالون كان يدير 9 أورو ناقص 50%، يعني تجيلو 4 أورو شي حاجة، 4 أورو ونص. علاش لا؟ شتو بونطالون ولا كاليتي ديالو البنات مزيانة صراحة، ها نتوما كتشوفو معايا لا كاليتي ديالو، راه بحالهم تقريبا بحالهم كيتنباعو في زارا وبيرشكا، موجودين بحالهم، ونفس لا كوب نفس الخفاف، يعني السروال كيتلبس في المشتى ولا في الخريف. كذلك خديت هذا، هذا زعما بنتي هي اللي بغاتو، انا ماشي من النوع اللي كيشري لي جين مقطعين ولا فيهم هاد، يعني مقطعين بحال هاد الشكل، ولكن تاني كانت بقات غير هاد الحبه، وبنتي عندها 6 سنين وعشقاتو، الوغ قلت لها قال لي باها، قال لي معليش خليه لها تلبسو مادام انه ماشي ممنوع ليها في الليكول انها تلبس بحال هاد السراول، فخليتها يعني نديري لهم شويه ديال الخاطر ديالهم واحد الصغار. مي انا ماشي بالنوع اللي كيبغي يلبس هذاك الشيء ديال لامود، هاد لامود اللي خرجت اليوم عوجه، يعني تلبسي داك الشيء مشرق وكلشي لا، فكنبغي نلبسهم حاجه اللي نقيه وزويونه ومستوره الحمد لله. فهذا كان يدير 14 اورو البنات ناقص 30%. المهم كيف قلت لكم انتم كتشوفوا معايا في التيكي دائما في الاثمنه كاينه ديك 10%، كل ثمن فيها 10% 10%، يعني زائد 10% هكذا كيجي زوين، زوينين الجينات ديالهم زوينين صراحه. هانتوما فيهم هذاك السمق، نتوما تعرفوا الدراري راهم يحمقوا على هذا الشيء ديال السمق. خديت كذلك هذا لو شورت اللي كيجي دي هكا ديال الجين، كتجي هاد لاكوب ديالو هكذا. المهم كتلبسي تحتو الكولون للبنيتات، حتى هو كان 50%،
الثمن ديالو 10 أورو، رجع ليا ب5 أورو، زائد 10%، يعني كتولي ب60 أورو، يعني تولي ب60%، قل من 4 أورو شي حاجة، 4 أورو. زوينة كيف قلت لكم، لا كاليتي هانتوما كتشوفوا معايا، فيها هاد الرشمة هادي وهاد ليستكاس هادو هكا زويني. وبالنسبه لولدي كيف قلت لكم، ولدي كاع ما كيختارش. المهم شنو هذا، خديت له هذا البنطالون، بنطالون قيلا ماشي سولدي، ما خديتوش في لي سولد لحقاش ما لقيتلوش لي بنطالون في لاطاي ديالو لي سولدين، خديت له غير هذا البنطالون هذا عادي 9 أورو، الثمن ديالو مزيان 9 أورو. يعني كيف قلت لكم البنات، خديت له هذا البنطالون قلت لكم 9 أورو، ما كانش مسولدي. وخديت له هذا لو تيشيرت، هذا التريكو، تريكو كيجي على هذا الشكل الماتيان ديالو، يعني ماشي سخون ماشي خفيف، 30% كيدير 6 أورو، ناقص 30%، قولوا 40%. صافي هادشي اللي خديت من الحويجات نتاع كيابي. وكيف قلت لكم مشيت لاديتاس، خديت لبنتي خديت لها غير هاد الكولون هذا اللي دير به سبور، هادو اللي كيجيو دايرين هكذا، هادو هما. فهذا الثمن ديالهم، كانوا حتى هما مسولدين، قلت لكم كنقلب نقلب وانا نلقى غير هاد الشيء، يدير 20 أورو، 19 أورو 95، يعني ما ماشي شي حاجه اللي صراحه ما كاين بو سولد في اديداس، ما كاين والو، ما لقيت والو. شريت هاد الكيطمه هادي، هاد الكيطمه هادي ديال اديداس حتى هي اللي دايرين هكذا، كيف كتشوفوا هاد الثوب هذا حتى هي لولدي، هادي كانت مسولديا 30%، 30% كيجيو هكا، كتجي دايره هكذا. المهم هادو الحويجات كي قلت لكم في المغازه ديال اديداس، ما كانوش شي حاجه اللي هي فريمون فريمون سابو لوكو. خديت هاد القريعه هادي لبنتي حتى هي دايرين لها لي سولد ب4 أورو و95، يعني هادي تحتاجها غير هكا في اللي كل مي كتمشي دير سبور ولا كتمشي تخرج برا في السبور. وصافي خديت من جينيفر، دخلت صراحه لجينيفر اللي موالف كياخد من جينيفر، فيها لي سولد ولكن تاني ما جلستش فيها بزاف، خديت غير هاد البوني هذا خداتو بنتي ماشي شي حاجه، يعني نقصت فيه غير 1 أورو ب5 أورو، يعني تولي 6 أورو، كان ديجا يدير 6 أورو، 6 أورو 99 هي 6 أورو، ونقصوا فيه غير 1 أورو، يعني هادو هما زوينين البوني سيتو. وخديت لي شوسات، هاد لي شوسات هكذا راهم حاطينهم تما كلهم ب 3 أورو، 3 أورو 99، كل 4 أورو، يعني ماشي شي بالنسبه لي انا ما جانيش شي سولد. نورمالمون لي سولد كتكون في بعض الاحيان كيكون لي سولد، فريمون كيكون لي سولد، يعني كتشري الحويجات وكتلقاي الهميزات، وانما هذه المره ملي مشيت يعني ما لقيتش بزاف ديال الحوايج. هادو هما الحوايج اللي شاركتهم معكم، كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب دي. كيف قلت لكم هادو هما الحويجات اللي خديت، هذا هو لي سولد اللي درت ووريتكم وشاركتكم هاد الحويجات، كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم وخديتوا فكره على فين انكم تبقوا تمشيو تشريو، وفكره على الحويجات كذلك. فكنتمنى ان هالفيديو ينال اعجابكم كيف قلت لكم، وما تنساوش تعملوا لي لي لايك ولي كومونتير الا كان عندكم شي تعاليق مرحبا بها، وكنلقاكم في فيديو جاي ان شاء الله، ومع السلامه.